كينجحوا ناس وما كنبقاوش نشوفوهم كيقول لنا غنبصصوا ليكم وغنزهزوا ليكم هنايا وغنقادوا ليكم ونفس المشكل نفس ما كاين حتى شي حاجه. راه معروفين هما يا كيف الانتخابات الاولى كيف الثانيه كيف الثالثه ديما نفس المشكل. ها انت شوف شي حاجه كاين الاهمال كاين الاهمال هنا في هذا الفيلاج هذا. حنا بغينا الدراري هنا بغينا الناس يتقدموا شويه ما نبقاوش حنا عاديين غادي اللور اللور. اخوان نشكركم من هذا المنبر هذا اش واقع خويا. عندنا مشكل في هذا الفيلاج هذا الانتخابات كينجحوا ناس وما كنبقاوش نشوفوهم كيقول لنا غنبصصوا ليكم وغنزهزوا ليكم هنايا وغنقادوا ليكم ونفس المشكل نفس ما كاين حتى شي حاجه. من هاد الناس اللي نجحوا هنايا راه معروفين هما يا كيف الانتخابات الاولى كيف الثانيه كيف الثالثه ديما نفس المشكل. ها انت شوف شوف هاد الحاله كيدير هنا شوف هاد التهميش هنايا كاينين دراري صغار كيلعبوا هنايا هادي مهمشه بزاف فهمتي. لا بغينا هاد الناس يصلحوا لينا هاد الحي هذا. كاينين الناس كاينين الناس ما كيشوفوش يخرجوا في الظلام هنا شو هاد الخيوط هنا شو هاد الخشب هنايا خطر على الساكنه هاد الخشب هذا يقدروا يطيحوا على الناس. وهاد الناس ما كايناش التفات اللي كيرجعوا لينا يشوفوا من حالنا حنايا. حنا عندنا وليدات مراد عندنا والدينا كبار هاد الناس خاصهم ماشي ينجحوا ويقلبوا علينا وجههم راه حشومه هادشي فهمتي. هادشي راه ما كيبغيش لا الله لا العبد. بنادم كينجح كيصوفي راسو هو وصوفي عائلتو ولكن حنا علاش كيديروا معنا هاد الحل هذا كيدخلوا علينا للديور عندنا كيشوفوا المعاناه ديالنا حنا كيشوفوا ولادنا وفي التالي كيقول لنا غنوقفوا معاكم وغنديروا معاكم وفي التالي كيزيدوا هاد الناس راه عيب وعار. حنا بغينا هاد الناس هادو بغينا السيد العامل اللي هو اللي مسؤول على هاد الحي هاد الاسفي كامل مسؤول عليه يدخل لنا في هاد الفيلاج. الناس راه كتحط ابريكه هنا كيجي المقدم كيجي القايد القايده كيجيو كيريبوا الناس هنايا. حنا ما عرفناش واش ساكنين هنا. عندنا هاد السيد هذا هو ريبوا ليه هو فينا هو يا هو راه باقي الله مسكينه شو حاله كيديره. حتى حنا راه بغينا دابا بغينا نبنوا حنا محلاتنا يجيو ريبوا لينا. حنا بغينا الناس يوقفوا معانا شو هاد الدص دابا هو هاد الدص هذا هو داروا معانا باش شحال ديال الميزانيات كتضرب على هاد الدص هذا بزاف ديال الميزانيات كلوهم وداروا علينا الصور غطاونا من الهيئة باش ما نبقاوش نبانوا. وهاد الشيء راه حرام هاد الشيء راه ما كاينش راه حنا راه دورة الإسلام هادي راه ماشي. حنا بغينا جلالة الملك يشوف من حال هاد الساكنة هادي راه شحال من عام وهي كتوصل الصوت وما كيوصلش الصوت ديالها. ديما حنا خاصنا نبقاو نغوتو نبقاو فهمتي. هاد الغوت حنا راه عيينا منه خاص الناس يتلفتوا لهاد الناس هادو راه كتضيع الناس هنا الشباب راه كيضيعوا. الى جرادي فين يريحوا الناس هنايا شي حاجه فين يلعبوا الدراري الصغار شي مرافق ما كاين. هاد بنادم غادي كيزيد قدام راه 2021 ولا 2022 راه خاص بنادم يتقدم شويه ماشي يتاخر يرجع. حنا غادي نتاخروا اللور راه حشومه هادشي. كنطلبوا من جلالة الملك يدخل لنا في هذا الفيلاج راه ما عندناش مسؤولين هنا في هذه البلاد هذه. راه كاين بزاف كاين الاهمال كاين الاهمال في السبيطار كاين الاهمال في السكنه كاين الاهمال في المدرسه كل شيء كاين فيه الاهمال في هذا الفيلاج هذا. هذه المدينه هذه فيها طراوات فيها الوصيبي فيها القبس فيها صيد البحري فيها بزاف ديال الحوايج ولكن هاد الساكنه شوف شو هاد الحاله كيدير هاد الناس راه حشومه. حنا بغينا حتى حنا راه بغينا حق ديال الناس بغينا حقنا حتى حنا بغينا نعيشوا كمواطنين. راه بنادم راه الدستور ديال 2011 اش كيقول راه عندك الحق في الصحه عندك الحق في السكن عندك الحق في الخدمه. دابا حنا ما عندنا حق في هاد الحقوق كاملين ما عندنا حق عندنا حق في الزرواطه
اللي قال شي كلمه كيمشي يسدو عليه صافي هادشي اللي كاين. انا كزير جريده توما اش واقع صيفطوني لنا هاد الصوت الله يرحم الوالدين. هاد الساكنه راه كتموت هنايا. هاد الساكنه هادي راه ما كاينش اللي كيهضر عليا، راه تقول شي واحد كيهضر عليا. راه كيجيو كيستغلونا في الانتخابات وكيجمعوا الناس، فهمتي؟ كيجمعوا الاصوات ديال الناس وكيبيعوا ويشروا في بنادم هنايا وكيدوا الاصوات ديالهم وكيخلونا حنا اللور. هذا باش حال الانتخابات فاتت ها هما القليعه وكوكي والاحياء كاملين قادينهم كيقادوا فيهم. وهاد الفيلاج اش قادوا فيه؟ ها انت حنا دخلنا الضوء ب 108 قال لنا غنبدلوا لكم هاد الخشب كاملين من هنايا. الضوء دخلناه حنا ب 108 قال لنا باش هاد الاناره غيبدلوا لكم هاد الشيء. ها باقي حتى حاجه ما تبدلت. فين هي هاد الاراديس كتعطينا المخانز كنشربوه؟ الماء كنشربوه خانز. حنا دابا كنخلصوا الماء وكنشربوه خانز، كنشرو الماء. حنا ماشي في استطاعتنا باش نشرو الماء باش حنايا اذا نحيدو قطعوا علينا هاد الماء ونشرو الماء. اصلا حشومه هادشي، راه حشومه عيب وعار، عيب وعار يا صاحبي. راه كاينين وليدات صغار هنايا، كاينين عيالات كبار، بنادم راه ما خدام. تركتو بيبان، تركتو بيبان، مشيت عند مسؤول الفابريكات راه ما خدامينش. راه قاعد الدراري هنا الشباب حتى واحد ما خدام. طرقتو شي بيبان؟ طرقتو بيبان؟ طرقنا ماشي بيبان. هما صحاب انتخابات راه سمعوا الاصوات ديالنا بحال هكا كنهضروا في هاد المنافير وجاو عندنا قال لنا حنا غنصلحوا لكم وغنقادوا لكم، راكم ضايعين. ولكن استغلوا الفرصه ديالهم وزادوا فينا. تسالنا وحدين اخرين ثاني غيرجعوا ثاني وتبقى نفس المساله. اش غنقول لك؟ الرجال اللي كنوجهوا لهم كنوجهوا لهم بالعجاله. هاد الفيلاج راه غيخرجوا الساكنه كامله، غتخرج غدير احتجاج وغتمشي للعماله الا ما تقادش الوضع مزري. لما تقاد الوضع في هاد راه الناس راه واقفه والناس راه صافي واقفه بالعظم العظم. الناس راه باقي المهم كنوصلوا الرجال الرساله ديالنا. هو العامل ديال البلاد هو اللي خاصو يعرف هاد المشكل ديال هاد الفيلاج هذا، حتى هو المسؤول على هاد الفيلاج. ولا ما لما قالش لينا هاد الشيء من هنا لهاد الايامات راه غنديروا احتجاج في العماله. هاد الشيء اللي كنطالبوا حنا، راه غادي الساكنه كامله غتخرج. راه كاينين الناس هنايا راه ما قعدهمش ما ياكلوا، الناس راه واقفه بهم العظم. هادشي اللي كنطالبوا يصيبوا لنا هاد الخشب هادو وهاد الخيوطه ديال الزواد اللي بيجي خطر على البيوت. لا مشى لقى شي سلك ولا شي لعيبه راه الدور كامل غيريبو وغيضيعوا في ادريس صغار بزاف. هادشي اللي كنتمنوا هاد المسؤولين يشوفوا بعين الاعتبار في هاد الفيلاج. هادشي اللي كنقول ما والو، الخدمه ما كاينش. هما الفابريكات دابا خدامين خدامين على البران. لوزينه تا هما كاين، حنا عندنا اسم معروف بالوزينه، خدمتي لوزينات بزاف. تنقول لك خويا راه والو، بنادم راه الشيء عاضي عامري. اغلبيه كاين اللي كيبيع في الحشيش، كاين اللي كيكريسي، كله ما لقاش خدمه. وقال الخدمه راه غيمشي يخدم، كيجيبوا واحدين اخرين من بلاد اخرين يخدموهم وتعطوا اسمهم قاعدين بشكل اش يا خويا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.